يا اختي ما هو اجاها عرسان كتير ومش عاجبها العجب، خليها تقعد بوجه اهلها، خليهم يشبعوا منها ويخللوها. اليوم حلقتنا موجهة للنساء العازبات، تحية إجلال وصمود. اليوم رح أغاوز معكم شوي بحلقة أم العريف. لماذا أنا عزباء؟ طبعاً هذا السؤال مش ضروري ضلك تسألي حالك كل يوم، لأنه مش أمر لازم وواجب الزواج، لكن هناك بعض التفسيرات لماذا ما زلتي عزبة. السبب الأول هو زيادة تقدير الذات بسبب ارتفاع نسب النساء المتعلمات واللي قطعوا شوط كتير مهم بحياتهم المهنية، ترتفع عندهم المعايير والتوقعات للرجل الممكن يرتبطوا فيه. وأكيد أن هدول بغاوز معهم بحكي لهم برافو، لأنك بتستاهلي أنك ترتبطي بشخص يرفع منك أكتر وأكتر. في مقابل زيادة تقدير الذات، قلة تقدير الذات أو low self-esteem اللي بتخليك تخافي من الاقتراب وإنشاء علاقات جديدة بسبب خوفك من الرفض. من الأسباب أيضاً لماذا أنت عزباء هو أنك في مرحلة تعافي من علاقات وتجارب سلبية مع الجنس الآخر. ليش لساتني بحبك مع أنك أكثر حدا جرحني؟ ليش ما فيني شيلك من قلبي؟ وحتى وأنا مقهورة منك لساتني بحبك وبشتاق لك وحابة تضمني بحضنك. ممكن أيضاً أنك تكوني من النوع اللي بتأثر بآراء من حولك، وخصوصاً الصبايا اللي بيعرفوا كيف يتصيدوا في المي العكرة. ييه شو هاد؟ ييه 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 شاب شاب انت؟ هي هي انا هون شوفني. ييه والله عن جد شاب. هي هي طلع انا موجودة. يوه انا جايتك جايتك. استنى 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 وين رايح؟ كشف باحث بريطاني أن العازبات أكثر سعادة، وقال البروفيسور بول دولن أستاذ العلوم السلوكية في كلية لندن للاقتصاد أن أسعد مجموعة سكانية النساء الذين لم يتزوجوا أو ينجبوا. الباحثة من الهند براكريتي غوبتا كتبت مقال مهم جداً عن تغير واقع الزواج في كل العالم، وراح ألخصه كالآتي. أوجدت الدراسة أن معدلات الزواج تقل بشدة في العالم، حتى في البلدان ذات الثقافة التقليدية أو المحافظة مثل الشرق الأوسط. إن كنت تعتقد أن غير المتزوجون هم أقلية، ففي بريطانيا وأمريكا وكندا وأستراليا وهولندا المتزوجون هم الآن أقلية، وأصبح هذا المصطلح يعرف بالثورة الهادئة. في آسيا الرخاء الاقتصادي ومستويات التعليم العالية في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج، وتم تقليد الغرب بفكرة المساكنة وغيرها. بحب أعلق على دراسة أنه العازبات هن أكثر سعادة. إحنا دائماً بنآمن أنه كل شخص هو قادر على صنع ما يناسبه من معادلة السعادة أو الفرح. ما بشجع النساء يكونوا عازبات، ولكن بالفعل بنشوف بعض السيدات قادرين أنهم يلاقوا التوازن النفسي والسلام الداخلي بعيداً عن الزواج. لماذا أنت عزباء؟ أكيد جواب عندك وبس.
ممكن نحكي اسم ونصيب، ولكن احنا بنعرف انه هناك العديد من الاختيارات الشخصية ومعطيات هذا العالم تغيرت، صار الزواج غير صالح لكل شخص. دائما اختاري اللي ممكن يرفع منك، يقدر طموحك ويدفعك الى الامام، وما نحكي ظل راجل ولا ظل حيطة، لانه ممكن هذا الحيط ينهد يوقع عليك وللأسف يهد كل طموحاتك واحلامك. عزباء باللغة بترجع من جذر عزب، عزب معناها من لا أهل له. أكيد أنت أهلك ومحبينك كتار وعزوتك كمان كتار، ما بتتلخص بشخص واحد أو بظرف أو حالة اجتماعية واحدة وهي الزواج. اليوم ضيفة أم العريف أبدعت في مجال الحرف اليدوية، رح نتعرف على جانب جديد مع في سابا. منوريتنا، أهلا وسهلا فيكي. لك كتير. أنا كمان. في شفناك بتبدعي في الحرف اليدوية، اليوم نتعرف على جانب جديد منك. الحب بالنسبة لك قديش أساسي أنه تكوني ناجحة بحياتك العاطفية؟ هلأ شوفي، لما تكوني ناجحة بحياتك العاطفية كله بيأثر على شغلك، على بيتك، على علاقتك مع أولادك، حتى أنت لما تروحي على الشغل نفسيتك بتكون غير، فأكيد هذا إشي كتير مهم بالنسبة لي. تتذكري أول حب؟ أول حب نحكي على التي في ولا لا؟ مسموح أسامة سامح لنا. شو أسامة؟ منذكرة طبعا. مين بنسى؟ ابن الجيران ولا بالمدرسة ولا؟ لا هاي فضايح، خلي اسكبها بس. طيب قدي كان عمرك لما بديتي تحسي بمشاعر الإعجاب؟ لا كنت كبيرة يعني صف تامن. صف تامن. شو أكتر إشي بيلفتك بي الرجل أو الشاب بشكل عام؟ الحنية، يكون حنون. حنون. صفة منفرة جدا تكرهيها بالرجل؟ البخل. يا ساتر. البخل. لما تعرفتي على أسامة قديش كنت خافي من قرار الزواج؟ ولا شوي. ما خفتي؟ بعد الزواج شو تغيرت أشياء عليك وعلى حياتك؟ صار الحب مش بس بحبك وبدي أشوفك وأيام وأبعت لك مسج واشتقت لك، صار أكتر يعني أنا بحسه كبر، صار على عيلة أكتر، على تفهم، على سبورت، فبتغير مفهوم الحب مع الزواج. في ناس بيقولوا لك إنه أول ما تتزوجي بيخلص الحب، بيهرب الحب. لا مش مزبوط أبدا. كيف؟ بالعكس أنا بحسه عم بيكبر. هو بتحول، فعلا بتحول، بتغير. بتغير. مش تحول كامل طبعا، في حب بس يعني بيكبر، بتحول لإشي تاني، لأنه بيصير في مسؤوليات عندك. بتحسي زوجك المفروض يكون بيشبهك بتطلعاتك ولا بيختلف عنك عشان يكملك؟ عشان ما تزهقيش منه بده أكيد اختلاف. يختلف. بشو بتختلفوا انت واسامه؟ هي توتالي ديفرنت يعني. وما عمره صنع هذا الاختلاف مشاكل، بالعكس بنضحك على اختلافاتنا قد ايه بصير في مواقف، لانه هو شخصيه وانا شخصيه تانية، فبالعكس هذا الاشي بكملنا. بحس الحب غير كافي انه يكمل الزواج، ايش الاشي اللي بيجي بعد الحب؟ ايش الاشي اللي بيجي بعد الحب احكي؟ مهم. العلاقة الجسدية والحميمية بين الرجل والمرأة مهمة. أكيد مهم، أكيد مهم. يعني أول ما تشوفيه يا بتحبيه يا بتقولي لا، يعني أنت أكيد واحد بيطلع قبل الزواج مع أكثر من خيار. نعم. بس ساعتها بتقولي الكيمياء. يعني هذا في إشي بيني وبينه ممكن نكمل مع بعض، في صفات بتكون كل بنت حاططها تشيك ليست، فبتقول لا لا. فأظن أسامة كان مزبط اللست كملهم كلهم. شو أكتر حركة رومانسية عملتيها في؟ أكتر حركة رومانسية عملتها ناسية هلأ. رومانسية أنت؟ يعني بحس بس بعرفش، لازم تسألي هذا السؤال لأسامة أظن. طب أسامة رومانسي؟ كتير. كتير. شو في صفة ما بتحبيها بأسامة بس متعايشة معها؟ المجاملة الكتيرة. وهو صفة ما بحبها فيك؟ طولة لسان. عشو أكتر إشي بتختلفوا بتتقتلوا بصير في شجار في البيت أنت وأسامة؟ ما في شجار يعني، مش عشان على الكاميرا بس. لا ما في كتير يعني مشاكل. كل قد بتتقتلوا؟ ناش نحسدكم ها.
لا مش كتير أتقول، ما بدي أحكي من الطرفين النجاح، إنه إنه ما مش كتير في مشاجرات. شوفي في في حكي كتير يعني إحنا متفقين على إنه طبعًا بس ينام شهم كتير بنحكي مع بعض. فلغة التواصل بيناتنا كتير قوية يعني. إيش أنا مضايقني بحكي رأسًا يعني ما ببيت إشي. نجاح البيت أكيد رح يعتمد على الطرفين، بس شو الطرف الأكبر بنجاح العلاقة وسعادة البيت؟ التفاهم بين الرجل والمرأة طبعًا. هذا إشي كتير إنه أنا أقدر أوصل له اللي بيضايقني زي ما قلت قبل شوي، وهو يقدر يوصل لي، وإحنا التنين نحاول نتجنب هاي المشاكل عشان ما نكمل بحياتنا. إنه هذا الإشي بيضايقني بليز ما تعمله، ونفس الشيء أنا. غلط بتشوفيه بتفكير الشباب، سواء شباب أو صبايا، بموضوع الزواج وموضوع التعرف، بتشوفي إنه عم بتكتر نسبة الطلاق، شو بتكوني حابة تحكي لهم أو تنصحي لهم الشباب؟ الطلاق وحتى انه يخطوا هاي الخطوة عم بتكون رهبة بالنسبة لهم قد ما سمعوا experiences كانت سيئة. فبقولهم يعني كل واحد غير different عن الثاني، فالخيار المفروض يكون مدروس طبعا 100%، خيار يكون صحيح ودراسة، مش بس بحبه يا بابا يعني هذا باي باي خلص مش نافعة. لا لا مش نافعة أتقوله، وواضح من كل التجارب السيئة اللي عاشوها كتير من الناس. فبده خيار صحيح بعقل كمان، مش بس حب. وكمان زي ما قلت لك التفاهم هذا أهم إشي. لكل اللي بتابع أم العريف شو بتحكي لهم؟ بحكي لهم إنه بدي أحكي لك أنت أول إشي، إنه مواضيع كتير حلوة وكتير شيقة، وهذا الموضوع أظن بهم كتير فئة من الشباب. ما تخافوا من الزواج، الزواج كتير حلو، مسؤولية كتير حلوة، مسؤولية بس حلوة. شكرا كتير فيسا ونورتينا. شكرا. عزباء أو مش عزباء، بنحب دائما أنكم تتواصلوا وتعملوا لنا سبسكرايب وتكتبوا التعليقات على قناة دانا أبو خضر على أم العريف، وبنشوفكم بحلقة جديدة. جيتك جيتك يا لامونة يا لامونة، جيتك جيتك. خلينا بس نجرح نشوف.